الو ميسا، انا لازم اشوفك ضروري. ايه خير؟ في حاجه؟ مش هينفع الكلام في التليفون. ايوه بس ما بسش يا ميسا، لازم تيجي حالا، انا مستنيكي في البيت. في البيت؟ اطلعي من الباب اللي ورانا عشان ما حدش يشوفك. طيب مسافه السكه مش هتاخر عليك. باي. هو مين اللي كان بيتكلم يا ميسا؟ ابدا يا علي، دي ماما اصلا كانت تعبانه قوي ومحتاجه ان انا اعدي عليها في البيت ضروري. لا سلامتها، الف سلامة. تحب اوصلك معايا واطمن عليها بالمرة؟ لا انا مش حابة اعطلك، انا هروح اطمن عليها وهرجع على طول. طب سلميلي عليها. الله يسلمك. سافول العمال. اهلا يا بهوات، اي خدمه؟ بقول لك ايه، ما تعرفش استاذ سلومه فين؟ هو اللي قاعد على الترابيزه اللي هناك اللي ماسك الجورنال ده. ماشي، تشكر. استاذ سلومه؟ ايوه. انا حرب المهر ده زي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا يا بهوات. تشكر. تشربوا ايه بقى؟ لا ولا حاجه، ربنا يكرم اصلك. صح، شايف انتوا ضيوفنا. مش مشكله يا ريس، خلينا في المصلحه على طول. طيب دي تصاريح دخولكم انتوا والعربيه المينا. المركب دخلت البوغاز النهارده الساعه 3، وزمان العمال دلوقتي بيفرغوها، يعني على 9 10 بالليل بالكتير هيبقوا العمال خلصوا تفريغ وروحوا، ومش هيبقى في حد هناك. هتلاقوا الكونتينر اللي انتوا عايزينه في المنطقه الجمركيه على رصيف 53 او 54. اتفقنا كده؟ انا عملت اللي عليا. سلام عليكم. ايه يا عم، حيلك اقعد كده بس وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت مش جاي معانا ولا ايه؟ يا حبيبي انا كده دوري خلص، انتوا بقى الله يكون في عمركم. سلام عليكم. ايه البيعه الميري دي؟ هنتصرف ازاي دلوقتي يا عم حارب؟ مفيش بقى، نستنى لحد الساعه 10 وبعد كده نشوف حالنا. في ايه صلاح؟ انت كنت عايزين ضروري في ايه؟ ابدا، وحشتني ونفسي اشوفك. بس كده؟ وهي دي حاجه شويه يا ميسا؟ الله يجازيك يا صلاح، انت وقعت قلبي، انا قلت اجربلك حاجه. ايه ده؟ انت بتخافي عليا ولا ايه؟ طبعا. بقالك كتير ما جيتنيش البيت، فاكره؟ اشربي شاي ولا قهوه؟ نسكافيه ولا نسيت؟ عمري ما نسيتك ابدا، دايما في قلبي وفي عقلي. طيب تعالى بقى نعمله زي زمان. عندك لبن؟ اه اللي عندك. معلقتين ونص زي زمان؟ لا ده كان زمان، انا دلوقتي بشرب كل حاجه من غير سكر. ليه صراحه؟ زي ما تقولي اتعودت على المر. طيب ما تجرب تغير وتتغير. تفتكري ممكن؟ جرب. ماله، اجرب. اقفلي الراديو يا امين، عايز اتكلم معاكي شويه. خير يا أكرم، في إيه؟ النهاردة حصلت حاجة غريبة أوي في القسم، عايز أحكي لك عليها. حصل إيه؟ رؤوف جالي المكتب وقال لي كلام غريب أوي ما كنتش متصوره. عارف؟ عرفتي إزاي هو قال لي إيه؟ لأن زي ما هو شافني مع حربي أنا كمان شفته. شافك مع حربي؟ أنت مش بتقول إن هو قال لك؟ قال لي انه صرف نظر على موضوع الارتباط بيكي، لكن حربي ما جابليش سيرته خالص. طيب ما كده احسن برضه، كده عفاك من الاحراج. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت فضحتينا. اكرم زميلي، انا ما بعملش حاجه غلط. عايزه تعملي ايه غلط اكتر من كده؟ ها؟ عايزه تعملي ايه؟ ماشيه بتتصرمحي مع واد صايع في كل حته والناس شافتك معاه؟ ايه؟ خلاص؟
ما بقالكيش كبير؟ عايزه تفضحيني على اخر الزمن؟ ردي عليا، ردي يا سفله. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ ايه يا اكرم؟ انت اتجننت؟ استهدى بالله يا اكرم، استهدى بالله. ايه اللي حصل؟ بنتك قدامك يا ست اللي واسالها ماشيه تتصرمح مع واد صايع عرباجي رد سجون، وحضرتك قلت لي انا هتصرف معاها. لا اتصرفت ولا عملت اي حاجه، اهي قدامك اهي، اتصرف معاها وريني هتعمل فيها ايه. ويكون في علمك اللي اسمه حربي ده انا مش هرجع عنه غير لما ارميه بحديد، فاهمه؟ اكرم اكرم، حقيقي كلام الاهل واكرم ده يا ماني؟ انت يا بنت حقيقي الكلام ده؟ انا ما عملتش حاجه غلط. مش ده رد سؤالي. ايه اللي بينك وبين الولد اللي اسمه حربي ده؟ اللي بيني وبين حربي زي اللي بين اي بنت محترمه شافت ولد واعجب بيها واعجبت بيه بس. هو ده اللي انا كنت خايف منه. يا بابا بلاش تحكم على حربي من قبل ما تعرفه. مهما تقولي يا اماني، انت بنت اللواء حسنين المصري واخوك ضابط شرطه، وارتباطك بولد زي ده رد سجون منتهى الجنون. يا بابا حربي مش مجرم، حربي ضحية، لا سرق ولا قتل، واحد كان بيدافع عن أمه. أي حد كان في مكانه كان هيعمل كده وأكتر من غير ما يفكر إيه النتيجة ولا إيه العواقب. وبعدين يا بابا ما هو خلاص خد جزاءه واتسجن وخرج، ودلوقتي ابتدى حياة شريفة. أنا مش شايفة إن ده غلط أو عيب. وبعدين هو لو كان مجرم زي ما بيقول أكرم كان أول ما خرج من السجن اتحول لصايع أو بلطجي، بس ده ما حصلش. اسمعي يا ماني، أنا عايز أقابل اللي اسمه حربي ده. إيه؟ تقابله؟ أظن من حقي أعرف البني آدم اللي بنتي بتشوفه وتقابله ومعجبة بيه، خصوصًا لما يكون في إعجاب متبادل. حددي لي ميعاد معاه وفي أقرب فرصة، مفهوم؟ دي كانت أكبر غلطة غلطتها في حياتي. سمعت كلام أمي ووافقت على قتلي، كل ده كان عشان خاطر الفلوس. اشتراني بفلوسه. آه، لكن ياخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. سبع سنين يا صلاح، سبع سنين وانا عايشه مع بني ادم ما عندوش رحمه، ما عندوش انسانيه، انسان كل همه الفلوس ومصلحته وبس. الناس من حواليه مجرد سلم يطلع عليه او حته ديكور يتزين بيها. عدل ده بني ادم ما عندوش قلب. طب ما سبتوش ليه يا ميسا؟ اسيبه؟ اسيبه اروح فين يا صلاح؟ اروح لمين؟ انا بعد جوازي من عدلي اتقطعت صلتي بكل الدنيا، حتى امي مش بشوفها غير في المناسبات وبس، او لما تعي. هي دي الحجة اللي أنا خرجت بيها النهاردة. يعني أنت يا ميسا عايزة تفهميني إن عدلي ضحك عليكي وخلاكي سرقت المستندات من مكتبي ودخلت من السجن، ورجع ضحك عليكي تاني وجوزك بفلوسه، وأنت جاية دلوقتي تشتكي لي؟ بعد إيه؟ بعد إيه يا ميسا؟ صلاح صدقني أنا عايزة مع عدلي، حاسة إن أنا مدفونة بالحي. أعرف يا صلاح، يوم ما كلمتني واتقابلنا كانت أول مرة من سنين أحس إن أنا عايشة، أحس إن أنا بني آدم عندي قلب رجع يدق تاني. صلاح
تنسينيش يا صلاح، انا مبقاش ليا حد غيرك في الدنيا. عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي الزمن يرجع بيا 7 سنين ورا، الوقت ما كنا بنحب بعض، كنا مخطوبين. نفسي يا صلاح، نفسي. الماضي خلاص حصل، مفيش بايدينا نغير، بس المستقبل، المستقبل كله ملكنا. نقدر نغير، نصلح اخطائنا، نرجع حبنا تاني. يا ريت يا صلاح، يا ريت. طول ما احنا مع بعض وايد واحده كل حاجه في الدنيا ممكنه يا ميسه.